طبعا الحج قديما لا أخفى عليكم كان جدا متعب، وكانوا يقولون مقولة: الخارج للحج مفقود والراجع منه مولود، بسبب ظروف كثيرة، بسبب قطاع الطرق والعوامل الطبيعية مثل الأمطار والهذا، وعدم وجود الأمن خاصة قبل التوحد المملكة العربية السعودية، وأيضا في الفترات التي كان فيها الأمن المنطرف في الدول التي كانت تحكم الجزيرة العربية، فكان يعني جدا شاق، وكان يأخذ بالشهور وأحيانا فترات طويلة، وكان متعب. فهذه يعني التجربة يعني الواحد ما يقدر يحس فيها إلا من عاش تلك التجربة صراحة. أنا العام الماضي كنت قائد رحلة ركائب، رحلة أو رحلة، هذه الرحلة بقيادة الأمير محمد بن سلمان لقطع صحراء الربع الخالي. نعم. من الجنوب إلى الشمال عن طريق الإبل، وأنا كنت القائد. جميل. وكانوا مشاركين تقريبا من أكثر من 20 جنسية، فأنا كنت القائد، وقطعنا الصحراء من الجنوب إلى الشمال في 26 يوم. صراحة كان تعب وصعوبة المكان والمنطقة والصحراء، فأنا كنت أحس الناس اللي كانوا يسافرون بالقوافل ويسافرون يذهبون لمسافات كبيرة مثل الحج، فصراحة كانت جدا متعبة قديما. صحيح. والحمد لله أنه من الله أنه توحيد المملكة العربية السعودية، وبدأ حكام السعودية بتطوير الحج وتقديم الخدمات للحجاج. فكانت هناك في 7 طرق للحج يعني مشهورة، يعني عندك طريق الكوفة، وهو من أشهر الطرق، وهو يربط بين الكوفة ومكة، وهو يسمى أيضا بدرب زبيدة وليس عين زبيدة، يسمى درب زبيدة. وهذا الدرب من أشهر الطرق اللي يمر يربط بين الكوفة ومكة، وقد اهتمت فيه الدولة العباسية بشكل كبير، وخاصة يعني سيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد. طبعا درب زبيدة يختلف عن عين زبيدة، عين زبيدة هي اللي حفرتها السيدة زبيدة هنا من مكة، من وادي نعمان إلى المشاعر إلى مكة لتوصيل المياه، ولكن درب زبيدة وهو درب القوافل من الكوفة إلى مكة. طبعا أنا جربت هذه التجربة أني أقطع مسافة أمشي في هذا الدرب، مشيت تقريبا 50 كيلو متر مشيا في الصحراء مع مجموعة من الشباب، وكان على ظهرنا الماء والأكل، فكانت جدا متعبة. يعني تخيلي 50 كيلو أنا تعبت، وما بالك اللي يجي من المشي من الكوفة إلى مكة. وكان الطريق يعني مسوين حركة جميلة للحجاج، كان مسوين مقسمين الطريق إلى 27 استراحة، كل استراحة بين الاستراحة الأولى والاستراحة الثانية 50 كيلو، وبين أيوة. وكل بين الاستراحة الكبيرة والاستراحة الصغيرة يوجد يعني تقريبا استراحة صغيرة، هذه الاستراحة الصغيرة يعني تيجي في المنتصف يعني بحدود 25 كيلو، وهذه الاستراحات عبارة عن برك وبار يستريح فيها الحاج، فكان الاهتمام بالطريق هذا كان جدا جميل. وشفنا البرك هذه، أنا انطلقت من بركة العقيق إلى ميقات ذات عرق. طبعا هذا أحد المسارات، ويوجد في المسار الطريق البصرة من بصرة إلى مكة، وهو يقص صحراء الدهناء ويمر بالقصيم ثم إلى مكة. وفي طريق الحاج المصري، وهو الحجاج مصر وشمال إفريقيا والأندلس والمغرب، كلهم يأتون من هذا الطريق إلى سيناء، ثم ينقسمون إلى طريقين: طريق الساحل يمر به عن طريق البحر الأحمر، وطريق يمر من داخل الجزيرة العربية في عدة نقاط. وفي طريق الشامي، الطريق الشامي هذا يربط بين دمشق ومكة، ويسموه بالطريق التبوكية نسبة إلى مدينة تبوك. وفي الطريق الخامس اللي هو طريق اليمن، الحاج اليمني، وهو يأتي من اليمن من عدة مدن، من عندك من صنعاء عدن، ينطلق هذا الطريق من اليمن إلى مكة، وينقسم إلى 3 فروع: في طريق الساحل، وفي طريق الداخلي، وفي طريق الأعلى عن طريق جبال السروات. وفي عندك الطريق السادس اللي هو الطريق العماني لأهل عمان، وفي الطريق السابع اللي هو الطريق البحريني أو طريق اليمامة. فهذه الطرق المشهورة في طرق الحجاج. جميل. والحمد لله جميل. الآن تيسرت الأمور، ومع التطور والأمور الحديثة الآن تيسرت، بالرغم أنه في تيسير الآن في الطيران والقيام والفنادق وكل شيء، إلا الآن الحاج يجد صعوبة، فمن بالك بالحاج القديمة.